amigo, صديقي العزيز, e não só vizinho, mas mais que vizinho, parceiro em questões fundamentais, أكثر من أخ, وهي شراكة قوية وعلاقات حميمة بين البلدين. أحيي الشعب الجزائري وأشكر الجزائر على كل ما تقدمه من دعم للبرتغال. Durante as quais Argel e Argélia. عقود حيث أن الجزائر العاصمة والجزائر هي مهمة جدا في الدعم والقتال في جميع المجالات ضد الديكتاتورية. وفي الجزائر تم الاتفاق وعقد بروتوكولات كثيرة. daquele que levou à independência e à formalização. وذلك الأمر الذي قام باستقلال غينيا-بيساو والرأس الأخضر البلدان التي تتحدث البرتغالية وكان لها أهمية في تحريرهم. أشكر هذا الدعم والدور الذي قامت به الجزائر. الذي يهمنا حاليا هو الحاضر والمستقبل. الحاضر هو مهم جدا ومحوري الذي جلب لنا فخامة الرئيس والذي جلب لنا رئيس الجمهورية الجزائرية الذي افتقدناه منذ 18 سنة. Mas esta visita é simbólica do futuro que queremos construir. هي زيارة ستنشئ مستقبلا علاقات كبيرة جدا بين الطرفين. في التعاون الدبلوماسي وفي الأمن القومي وكذلك في الأمم المتحدة. وأيضا التعاون الاقتصادي الذي نود أن نقويه ونعمقه. تعاون في الأمم المتحدة وفي السياسة على شكل عام وفي الاقتصاد يجب أن نأخذها إلى مدى بعيد. البرتغال يمكن أن يساهم كذلك في الطاقة المتجددة. البرتغال يملك كذلك المنصة الرقمية جيدة وكل سنة نقوم بالحدث ويب سمت العالمي وكذلك في جميع المجالات السياحة الاقتصاد التعليم جميع المجالات. أحيي هذه الزيارة والوفد المرافق الذي يمكن أن ينشئ علامة جدا جيدة في إنشاء هذا المستقبل المبهر بين الطرفين. فيما يتعلق بموقفنا هو ثابت في دعم دور الأمم المتحدة ودعم الأمين العام أنطونيو غوتيريش وينسها في الدفاع عن الحق العام والقانون الدولي وكذلك دور المنظمات الدولية. دورنا هو الثابت في الرؤية المستقبلية والمهمة فيما يتعلق في الهجرة والتهجير القسري والإرهاب المحاربة ضد جميع هذه الأمور. نتعاون بشكل أفضل وكبير مع الجمهورية الجزائرية في جميع القارة الأفريقية ليس فقط مع الدول التي تتحدث البرتغالية. لدينا موقف ثابت يحترم دور الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة وكذلك في ما يتعلق في الصحراء الغربية ونود القيام بأمور ديمقراطية وعمل ديمقراطي وعمل يرضي الجميع.
موقفنا هو الثابت. كما يعلم فخامة الرئيس فيما يتعلق بأوكرانيا موقفنا هو ثابت ونود الحصول على السلام. نحترم المبادئ والتعاون وكذلك فيما يتعلق في الدول، ولذلك نددنا بالاحتلال الروسي. نعلم بأنه أمر يدعو إلى السلام ونود القيام بهذا السلام، ولذلك نحن نقر بأن أوكرانيا كذلك يجب أن تصل إلى أهدافها وتبني مستقبلها، وهذا هو موقفنا ثابت في جميع النواحي، إن كان في أفريقيا، في آسيا، في الشرق الأوسط وفي أي نقطة في العالم. وهو مهم جدا لنستطيع الحوار وإنشاء حوار مفتوح وحميم بين الطرفين. إن هذه الخطوة كانت خطوة جدا مهمة للتعاون بين الشعوب وبين الدول للتفكير في المستقبل. شكرا جزيلا فخامة الرئيس لحضورك إلى لشبونة والبرتغال. أنا متأكد بأنني سأقوم بالزيارة كذلك إلى الجزائر وهو شرف كبير لي. فخامة الرئيس وصديقي العزيز مارسيلو ريبيلو دي سوسا، رئيس جمهورية البرتغال الصديقة وأكاد أن أقول شقيقة، أود في البداية أن أغتنم هذه المناسبة لأتوجه بالتهاني الحارة لفخامة الرئيس وللشعب البرتغالي الصديق الذي سيحتفل في 10 جوان المقبل بعيده الوطني يوم البرتغال، وإننا ونحن على بعد أيام قليلة من الذكرى 210 لمعاهدة السلم والصداقة بين إيالة الجزائر ومملكة البرتغال في 14 جوان التي كانت المنطلق لعلاقات مكثفة ومتعددة الأبعاد. نجدد الحرص على التزامنا بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون الموقعة في 8 جانفي 2005. لقد كانت محادثات مع فخامة الرئيس مارسيلو مثمرة وصريحة وصادقة، عكست حقيقة عمق العلاقات السياسية وسمحت بتعزيز التشاور السياسي المنتظم المعبر عن الشراكة المتعددة الجوانب التي تجمع الجزائر والبرتغال في بيئة إقليمية ودولية معقدة. لقد تحدثنا مطولا عن الوضع في ليبيا ومالي ومنطقة الساحل والصحراء الغربية، وعن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعن ما يجري في أراضي أوكرانيا مع دولة روسيا الصديقة وأوكرانيا الصديقة، وعن الوضع توافقنا حول مجمل القضايا التي تطرقنا إليها، مثل دولة البرتغال. الجزائر كذلك تطمح إلى السلم بين أوكرانيا وروسيا إن شاء الله. نطمح كذلك إلى حل مشكلة الصحراء الغربية حسب تعليمات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، وأكدنا كذلك دعمنا المطلق للقضية الفلسطينية. مثل ما تعرفون فخامة الرئيس، الجزائر موقفها واضح
أن ندافع من أجل دولتين، لازم تكون فيه دولة فلسطينية في حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. بالنسبة للعلاقات التي نتبادلها، احنا سائرين كذلك في طريق بناء ديمقراطية حق يستفيد منها الشعب الجزائري برمته، ونحاول أن نبني اقتصاد غير مبني على الريع البترولي، وأن نبني اقتصاد نابع عن اقتصاد الذكاء والمعرفة والمؤسسات الناشئة. فيما يخص الوضع في مالي والساحل، عبرنا على اتفاقنا تقريبا نفس النظرة. هذا إذا كان نعبر عليها بصفة أخرى، أعتقد ما فيش نقطة من النقاط اللي ناولنا فيها الحديث مع فخامة الرئيس اللي عندنا فيها نظرة مختلفة، ما عندنا نظرة مختلفة في حي في حتى نقطة من النقاط اللي تحدثنا فيها، سواء في المجال الدولي إقليمي وإلا في مجال التنمية. احنا نتمنى مادام نشعر بالقرب من دولة البرتغال الصديقة، مرة أخرى أكاد أن أقول شقيقة، نتمنى أن العلاقات تقفز إلى ما أحسن نوعيا وأكثر كثافة في كل ميادين، ميدان ثقافي، ميدان تعليم، ميدان طاقة، ميدان صناعة، ميدان حتى الرياضة الفوتبول. إذن نعبر لك مرة أخرى أخي عن يعني شعورنا بتواجدنا في بلدنا الثاني. شاكر لكم الحفاوة التي استقبل بها الوفد الجزائري، شاكر لكم كذلك تفهمكم لكل القضايا اللي صدناها، ونتمنى إن شاء الله حتى في أقرب وقت تشرفنا بزيارة فخامة الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوسا إلى الجزائر إن شاء الله عن قريب. شكراً.